السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن برنامج اسمه eBay Client and Sign. هذا البرنامج إذا أنت عندك شيء مستعمل بدك تبيعه بإمكانك تعرضه عليه بتبيعه، في ناس بتراسلك إذا عجبها وبتفيه، وبالإضافة إذا أنت بتشتري شيء مستعمل كمان بإمكانك تشتري منه. تمام، راح نشرح عنه إن شاء الله يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة وعملوا لايك. بتشكركم، يلا خلينا نبلش. تمام، راح نحكي هلا عن برنامج eBay Client and Sign وورجيكم كيف ممكن تفعل حسابك عليه مشان اذا بدك تشتري منه اي شيء تتواصل مع الناس لازم تحط حساب ايميل. تمام، راح اورجيكم كيف هلا بتصير الحاله. اول شغله راح تفوت على جوجل بلاي، تمام، وهون راح تكتب انه eBay كلاين اند سايجن، دغري بيطلع لك هو ليك وهذا، اكبس عليه وبتعمل له داونلود. انا منزله عندي هلا، رح نفتحه. بعد ما تنزله بتفتحه بتعمل له اوفن بيفتح الاي بي. تمام، بس فتح هلا هون هون عم يورجيك انه هذا البرنامج كتير 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 حلو، بالمانيا بتستعمله كل شيء مستعمل، كل شيء عندك انت مستعمل او الناس عندها مستعمل بدها تبيعه، تمام، ينباع على هذا البرنامج. كيف تكبس على هاي اللي هو مكتوب عليها بايتا، تمام، كتبين تفوت عليها يطلع لك كل شيء هون. تمام، طبعا هذا البرنامج يعني بيتعلق بالناس اللي عايشة بألمانيا، فهون رح يطلع لك كل شيء موجود عليه. تمام، اول واحدة الاوتو غاد بوت، السيارات، الميتورات والقوارب. تمام، عندك هون دينست لايستونج، اي الشيء بيتعلق بالعدة وما العدة والفرودة تبع التبخيش المفكات، اي شيء بدك اياه موجود هون. تحت عندك الالكترونيك، اي شيء بدك فوت. عندك هون اي مطرح مخطوط العرباية، فاميليا كيند بيبي، بدك عرباية للولد، بدك اواعي، بدك كرسي تبع اللي تقعد او تكون على طاولة الاكل، كل شيء هون بتلاقي موجود. تمام، عندك هون الهاوس كارتن، شيء بيتعلق بالبيت والحدائق، اي شيء بيتعلق بالبيت والحدائق بتلاقي هون. عندك هون هاوس تيغ، بيوت الحيوانات، هيش السامعين، ف كل شيء يعني موجود هون. تمام، عندك هون الإيموبيلين اللي هي البيوت، بدك تستأجر بيت، بدك تبيع بيت، بدك تدور على بيت تطلع تعمل رحلة فيه، بدك تعمل أي شيء موجود هون. عندك هاي جوبس، كل شيء مثلا بتعلق بالشغل بالعمل، عم تدور على شغل، بدك شغل ميني جوب، تايل سايد، فول سايد، أي شيء بدك اياه تفوت لهم وتدور هون. فالبرنامج يعني كتير حلو. تمام، عندك هون المودة وال بيوتي، ميودة وبيوتي، كمان هون في أواعي ما أواعي وهيك شغلات كمان بتلاقي هون موجود. موزيك، فيلم، بوشة، موزيك شي بيتعلق بالأغاني، سيديات، ما سيديات، جيتار، ميتار، ما بعرف اللي هو. فيلم، أفلام، عم دور على الأفلام مثلا دي في دي كذا، كمان بتلاقي موجود هون. بوشة، تمام، عندك هون البوشة كمان، كتب، ما كتب هيك شغلات. عندك هون الانترغيشت والكورس، الدروس، عم ندور على الدروس مثلا بدك تاخذ دروس باي شيء بتلاقي هون. كورس اللي هو الدورات التعليميه. تمام، عندك اخر وحده هي كمان يعني حلوه كتير اللي هي الفرشنكن والتاوشن. الفرشنكن شغلات للاهداء، في ناس تكون عندها شغلات مثلا ما بدها اياها وبدها تخلص منها فبيحطوها فرشنكن اهداء، تفوت تلاقيها مكتوب عليها فرشنكن اهداء. هلا بورجيكم كيف الترتيب. في التاوشن، التاوشن هي معناتها انه تبديل، استبدال. واحد مثلا عنده لنفترض سياره، تمام، حابب يبدل هي السياره اللي عنده المرسيدس ببي ام، يكتب انه انا عندي مرسيدس ببدلها ببي ام، فبتبدلها بهالاساس. تمام، هلا انا مفترض مثلا خلينا نقول انا عم دور على بيت،
تمام بالأجار، هو تقيس على هاي الأوموبيلين تمام، شايف يطلع لك كتير خيارات، ايجن تونفونون، فايان أوستلاند موبيلين، كتير شغلات هون تمام. فأول وحدة لشراء البيوت تمام، شراء البيوت. تاني واحدة اللي هي الفايان أوستلاند الموبيلين، اللي هي بيوت تبع العطلة، وتقدر تطلع انت تعمل عطلة وكذا، دور على البيوت عشان تستأجرها اسبوع اسبوعين اللي بدك اياه تمام. فهي كل شيء هون بتلاقي موجود هون. عندك مثلا هون الهويزة ثم كافن، البيوت الهاوس للبيع، هويزة ثميتة، عندك البيوت للإيجار، ميت فونونج، ميت فونونج اللي هي الشقق، أجار الشقق، أمتوك ترانسبورت، هدول للنقل، إذا واحد ينتقل من مكان لمكان عم يدور على سيارة لنقل يلاقيه تمام. أنا مثلا بدي استأجر شقة، فوت على ميت فونونج، هاي كل شي هون شقق موجودة عنا شي كله للأجار. مثلا لنفترض عنا هون مثلا هاي هون حاطين لك، بتفوت عليها بتلاقي حاطين لك انه اجاره 150 يورو تمام، المعلومات هون حاطين، البون فليشه قديش مساحته 30 متر، سما الغرف اللي هي غرفه واحده، شلاف السما هي غرفه نوم واحده، ايتاجه اللي هو الطابق الثاني تمام، und für Fußball ab März 2021 ان السكن فاضي بشهر 3 تمام. عندك النيبن كوستن هون 60 يورو، فان ميتل هو الاجار الحامي 210 يورو، كاوتسيون 300 يورو. هلا النيبن كوستن هاي بياخذوها هون مشان اجارات البيوت، ياخذوها النيبن كوستن، انه كل من عايش بأمان بيعرف شو هي النيبن كوستن، بس هي النيبن كوستن هاي تكاليف اضافيه. يعني انت تستأجر بيت، تستأجر بيت مثلا استأجرته ببناية، بنطفوا الدرج، بنطفوا مكان الكلر تحت، في خدمات للبناية، فهي النيبيم كوستي تمام. بالإضافة في عندك أحيانا بتضمن الهايتسونج التدفئة تمام. فهي هي هون تلاقي كاتب بشغايبونج، هون تلاقي كاتب شو بده، مواصفات شو المعلومات شو الترتيب اللي بده اياه تمام. لنفترض مثلا انا حبيت اني اتواصل معه تمام، انا هلا بحكيكم كيف نقدر نتواصل مع الموضوع هذا، بس اول شيء لازم اورجيكم كيف تسجلوا تثبتوا ايميلكم هون على الحساب تمام. هلا بنرجع، خلينا نرجع للصفحه الرئيسيه، هي الصفحه الرئيسيه هون تمام. نحن هلا لازم نسجل ايميلنا هون، نعمل تسجيل دخول على الايميل، عشان بدنا نراسل اي حدا من هدول العالم اللي احنا بنتراسل معهم لازم يكون في ايميل. تفوت على هاد تمام، هون الستارت هي الصفحه الرئيسيه، الزوخ اذا تبحث على شيء، ناغشتن اللي هي رسائل جايتك وانتباهاتك، الفوفوريتن اللي هو المفضله، انتسايجن اوف جاب اوف جيب اوف جيبن تمام. هون اذا انت بتحط اعلان، اذا انت حابب عندك شيء بتبيعه حط اعلان، بتحط اعلان هون مش راح يكون عليها كمان هون. تمام، ماين انتسايدنج هون العروض اللي انت حاططها تمام، العروض اللي انت حاططها ومثبتها عندك تمام. الانشتلنج اللي هي الاعدادات تبع الجهاز، الهيلف ما عندنا شغل فيها، المساعده اذا بدك تسال اي شيء اي كذا. فنحن هلا بدنا نسجل ايميل، نكبس هون على هي اللي هي الاين لوجن هون. هون عم يقول لك اذا انت عندك ايميل تمام، بامكانك انه انت تسجل هون بهي الكلمه اللي هي اسمها ريجستريرن. هون بتفوت بتسجل، انت بتحط ايميلك وكلمه السر بتسجل. اوريك كيف بتفوت مثلا هون على ريجستريرن، لنفترض بدنا نحط ايميل، اي هو اي ايميل شو هو كان مثلا، افترض كذا 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 آت كذا 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 آت مثلا جيميل جيمايل دوت كوم تمام. هذا ايميلك بيكون انت عندك، تحت
بتحط كلمة سر، أي كلمة سر بدك إياها بتحطها أنت، تمام؟ إذا ما أخذ أي كلمة سر أنت حطيتها، بتحط كلمة سر نفسها اللي حطيتها مع الإيميل تبعك، تمام؟ وبعد ما تحط كلمة السر وتحط الأمور كلها هاي، تمام؟ هلا هون شو عم يسأل؟ ياتس وريجل ميسجين نايس والأنظر بروتوكسون تيب سيون تمام؟ تجي بعدين هون بتقول له ريجستريين، بس تكبس له ريجستريين دغري بقى بحولك هو ويبعث لك ايميل على ايميلك، تمام؟ اللي هو انه اهلا وسهلا فيك في اي باي كلاين انسايجل، انه نحن هلا تم تسجيلك عنا بالاي باي كلاين انسايجل. بس تسجل الامور كلها انت وتخلص، ترجع بعدين انت بتقوم بتلاقي هون مطرح ما كنا حاطين على اساس حط انت تسجيل التسجيل، بتلاقي محطوط ايميلك هون واسمك، تمام؟ هون هلا جاهز انت بقى تشتغل عليه البرنامج وتراسل وتعمل اي شيء بدك اياه. مثلا انا عم دور على بيت، رح اورجيكم كيف بنراسل. بنفوت لعند اللي حكينا على الايموبيلين، بفوت عليها بنختار على الميت وونونج اللي هي ايجار الشقه، تمام؟ مثلا انا بدي بيت، هلا عم دور على بيت لشخصين مثلا، دور هون هاي غرفة ونص، هون بتلاقي كل شيء حاطين لك غرفتين، غرفة 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 ونص، كله بتلاقي هون محطوط غرفة غرفتين. فانت بتشوف اول قبل ما تفوت على الاعلان بتشوف اللي بدك اياه بتفوت عليه. مثلا عنا هون هلا كاتبين انه هلا شارماند تسباي تسيما فونونج، انه غرفتين للايجار. هون مثلا هذا حاطي لك صورته المطبخ، هاي غرفة وهاي غرفة. مثلا انا هذا البيت لنفترض عجبني، هون مساحته 42 متر، جاي غرفتين، تسليمه بشهر 5 2021، نيبان كوستن اللي هو 50 يورو والهايتسونج هي، تمام؟ يعني بيرجع كله على بعضه 425 يورو فان 100. هاي معلومات عنه. انا مثلا بدي ابعث له رساله، هلا بكبس على هاي ناغشت، تمام؟ بكتب له مثلا هلو، ايش انت غسه أو إذا أنجبوت، تمام؟ وإذا حابب تكتب له أي شيء تاني أنت بتضيف أي شيء تاني بتكتب له، بس أنا راح أقول له إنه أنا مهتم بالشقة وإنه حاكيني، تمام؟ ايش مش او هير انت وات، تمام؟ انه انا يسرني انك انت ترد علي ومشان نشوف، تمام؟ وهون بتكبس على هاي بتعطيه ارسال. هون اعطاني ليك ناقشت زندت انه الرسالة انبعتت. كيف نشوف نحن انه انبعتت الرسالة؟ نرجع لورا، نرجع لورا على الاخير هاي الصفحة الرئيسية، نكبس على تلبس مني هون، نلاقي كلمة ناغشتن الرسائل، نفوت عليها، تمام؟ شايفين؟ هاي طلع لنا كل شي رسائل بعتها. مثلا هاي الزلمة اللي بعتها اليوم هولتي هلو ايش انتخسي اوف ايغا انجبوت ايش فوي ميش اوف ايغا انتفوت، تمام؟ فهون هو بس يرد علي بيطلع لي انا رساله هون انه ردد علي، مثل هذا مثلا رد علي هون، تمام؟ انا طلبت قلت له انه عم دور على بيت فبعت لي
عمل لي انه هاي جواب لك، وانا بعت له فوق وهو كتب لي هون، بعت لي جواب انه بعتذر منك انه انا ما راح احسن اعطيك موعد هلا لانه في مواعيد كثيره، فبس يصير عندي موعد متاح بحكي. قلت له يا دانجر شكرا خلص تمام. انا بدي اشتري سياره بسرعه، فوت له هون على السيارات، هي لك هون السيارات تمام. بقول له مثلا هون حاطين لك انه بدك تشتري مثلا اوتو تايلر غايفن، اذا انت بدك تشتري قطع للسيارات او اي شيء ثاني وحده اوتو تايلر غايفن او دواليب للسيارات تمام، بوتي اون بوت سوب هير، عندك هون القوارب والاكسسوارات تبع القوارب فاغات سوب هير، عندك هون البسكليتات والاكسسوارات تبعها اللي تحت الميتورات اللي تحت، يعني كلهم كاتبين لك يا تمام. هون عندك غيباغاتورن، هون عندك تصليح، اذا بتصلح شيء تفوت هون تلاقي عالم حاطه انه تصليح ما تصليح والقصص كلياتها تمام. عندك هون فون فاجن موبيل، عندك الفون فاجن موبيل اللي هي السياره بتجي بيوت هيك كبيره ومتاح، يعني بتروح بتمشي فيها بتسافر فيها، عرفتوها اكيد هي السيارات الكبيره تحسها مثل بيت بس متنقل يعني تمام. فانا بدي الاوتوس اللي هي السيارات فوق بس عليها، شايفين طلع لي السيارات هي كل شيء سيارات للبيع، كل سيارة محطوطة موديلها رقمها قد ايه سعرها، مثل هي مثلا الاودي سعرها 14000 وشوي تمام. لو ارجيكم بس هلا لكم، هذا الزلمة رد علي تمام، لكم رد علي وجدت رسالة هون فوق رقم واحد شفتوها، راح اتلس عليها راح افوت عليها ناقشتها، شايفين جايني رسالة نشوف شو رد علينا تمام. مكتوب هون لذا زيبت to next دي ان بس to end دوك اوكي، انه هون عامل لي انه من فضلك فوت اقرا الاعلان للنهايه، مو بعرف يمكن في شيء انا ما رايت، انا ما قريت الاعلان والله بصراحه، بس فت هيك جربت تجربه نشوف شو المقصود تمام. فشفتوا هي اجتني الرساله اجاني الرد تمام. نرجع انه على السيارات مثل ما حكينا، لنفترض السيارات مثلا شوفوا عنا هاي، مثلا هاي المرسيدس بنت سي 270 سعرها 2200، هاي هون ماشية 3000 قديش 340000 كيلو تمام. تفوت عليها لنشوف شو هي، هاي حاطط صورها، بتلاقي حاطط صورها للسيارة، تشوف انت الصور تمام، عجبتك تكتب له هون رسالة مثل ما حكينا، تكبس هون على الناقش، تكبس هون تكتب له الرسالة بعدين تعطي له رسالة تمام. هاي بالنسبة لموضوع برنامج الاي باي، مثل ما قلت لكم برنامج فيه كتير شغلات يعني وحلو كتير كتير كتير. مثلا عنا هاي الخيار اللي قلت لكم عليه اللي هو هذا الفيرشينكن، هذا تكون الاهداء تكبس عليها، مكتوب هون تاوشن فاللاينن فيرشينكن، تاوشن اول وحده تبديل، تبادل عنده سياره بده يبدلها بشي سياره معينه لقيت انت مناسب العرض تراسله، في اللاينن استعاره بيعيرك وبتعيره تمام. فرشنكن اللي هي الاهداء بلاش، تكبس عليها شايف هي كل شيء شغلات هون للاهداء، مكتوب عليها سفرشنكن كله للاهداء شايفين. مثلا نحن هون نشوف هذا الزلمة نشوف والله مثلا حاطط هون فونن سمش خانك فاند اللي هي الكومودينا بتنحط في الصالون، هي عم يقول لك تعال خذها ببلاش شايف، تلاقي كاتب هون شو اللي بده تمام، شو اللي بده اياه، وهي كاتب لك قياسها وعرضها وطولها وانه امتى بدك تجي تاخذها خبرني شايفين. هي مثلا صورة يعني تلاقوا كتير شغلات هون ظريفة شايفين، شيل الأطفال مثلا شبيجل شخانك، هاي للحمام مراي، في كتير شغلات حلوة وقصص ظريفة، هذول كلهم من الأهداء سفرشينك شايفين. فبتفوت انت بتختار على اي واحدة بتفوت بدك اياه، وبتعطي انت مثلا شو اللي بدك اياه وبتراسته مثل ما حكينا تمام. هاي بالنسبة للبرنامج هاد اخواتي، برنامج الاي باي كلاين اند ساجن، واي سؤال بكون تسألوه عن هذا البرنامج كمان ان شاء الله اكتبوا لي بالتعليقات انا شو بحسن فيكم فيكم باذن الله. بتشكركم، واذا عجبكم الفيديو عجبتكم الموضوع
اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وعملوا لايك عشان يصلكم كل شيء جديد، كل شيء جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.